السلام عليكم، كيف حالكم؟ شاركم طيبين ومبسوطين. رجعت لكم اليوم، لكن هذه المرة بحلقة الأسئلة اللي تعودوا دائما حتكون في بداية كل شهر أو نهاية كل شهر. إلى الآن أنا محتار للأمانة، فأعطوني رأيكم. حلقة أسئلة اليوم أتوقع أن أحط النقاط على الحروف على مواضيع جدا كثير، سواء للناس اللي متابعين الجيمينج أو للناس اللي قاعدة تفكر تخش عالم الجيمينج. صراحة حاب أشكر الشباب اللي ما شاء الله مجرب، نبغاكم بسرعة تكتبوا لنا الأسئلة، على طول كتبوا أسئلة. فقبل أن نبدأ اشتركوا اللايك والهمنا ذكروا طبعا النشر. خلونا نبدأ. أول سؤال معانا اليوم من أحمد مباركي بيسأل: وش رأيك في التعصب في المنصات، وهل تتفق مع سوني في عدم مشاركة اللعب مع المنصات الأخرى؟ وشكرا أخوك أحمد من السعودية. التعصب أشوف أنه شيء جدا عادي وطبيعي وصحي، ويمكن حتى يفيد الشركات على أساس أنهم يعرفوا فين نقاط القوة والضعف اللي الناس تحب تتغنى فيها. موضوع أنه ليش سوني ما تبغى تشارك، لو عني أنا صراحة شخصيا عندي القرار، في الغالب حتفق مع سوني أنه مو لازم أسوي مشاركة مع أي أحد ثاني، لأنه أنا اللي بايع أكثر شيء في السوق، وأنا اللي أكثر لاعبين موجودين عندي. فإذا فعلا النية طيبة وانكم يهمكم مجتمع اللاعبين وما الكلام هذا، نشوفكم في الجيل الجديد. كل الشركات نبغاهم يبدون مع بعض، مو بعد ما تتفوق شركة على شركة يقوم المهزوم يقول لك ايه خلنا نسوي مشاركة معاكم. فهمتوا؟ بيهيموث بعدين 3E، ان شاء الله نطقت الاسم صح: لو ظهرت استديوهات عربية لصناعة الالعاب، هل سيكون لكم موقف من اي ناحية لدعم هذه الصناعة؟ موقفنا من الالعاب العربية جدا بسيط. فكرة انه في لعبة عربية، عارف انه لا في دعم مادي ولا معنوي ولا علمي ولا ثقافي ولا اي حاجة، كلها عبارة عن اجتهادات شخصية بيطلع لنا بالناتج اللي انتو حتشوفوه قدامكم. اي لعبة عربية قد صارت قبل كذا، سبب انه دائما تكون مستواها متردي للاسباب اللي انا ذكرتها قبل كذا. شخصيا انا دائما اقولها وبرجع اكررها للمرة مليون: اي احد بيسوي شيء ما عليه اي دعم يعطيه الف عافية عليه، ويستاهل انه يطلع ويبرر ويتكلم، ويستاهل انه ياخذ فرصته على اساس انه يعرف الناس انه هذه الفئة او هذه النوعية من المطورين تحت ضغوط او تحت ظروف جدا صعبة، فبالتالي تطلع اللعبة بهذا الشكل. مو معناته انه نحطمهم او نوقف ضدهم او غيره من هذه المواضيع اللي قاعدة تصير، وللبعض للأسف يعتبرونهم جلادين وما يجاملون على قولتهم. ومع الأسف كمان البعض يحسب انه هذا الموضوع له علاقة بالتقييم. لا، انا ممكن اعطيك 5 من 10، بس في نفس الوقت انا مقدر للشغل اللي انت سويته، لازم تعرف انه هذا مستواك اللي انت وصلته حاليا مع الظروف او مع الصعوبات اللي انت واجهتها. في الجهة الثانية في ناس يشوفون موقفك هذا كله عبارة عن تطبيل، عبارة عن مجاملة، عبارة عن ممكن فلوس حتى كانت مدفوعة لك للأسف. وعشان كذا عمرنا ما راح نتطور الا ما يصير في دعم حكومي واضح، تطلع لعبه كذا بشيء مره كبير، وبعدها حنشوف النقاد اللي موجودين عندنا اذا كانوا حقانين او لا، مع انه جاملوا العاب كثير من عند الاجانب ما تسوى ريال. IAZLQ بيسال: ليش ما يسوون لك لايك واشتراك يفعلون التنبيهات؟ ما ادري، الفتره خطركم مره مقصرين معانا، فاعطونا لايك واشتراك ونشر. خلودي بيسأل: ليه ما تسوي حملة لروكستار عشان يعطونا العرب وجه مثل ما صار مع حملة فورتنايت؟ كيف ابهرنا العالم وردوا لنا في ساعات، بس لو اتحدنا كذا راح نطالب باللي نبيه وكذا راح يلاحظون ذا الشيء. طبعا انسان ما ادقق في الاخطاء الاملائية لانه كل واحد وظروفه. على العموم موضوع حملة لروكستار، لانه الموضوع بكل بساطة ما له علاقة بالحملات، موضوع اداري بحت. خلينا نقول انت عزيز المتابع تبغى تفك لك محل، لكن عليك مخالفة مثلا انك خلينا نقول سرعة سيارة او اي شيء، المهم انه عليك غرامة او مخالفة لازم تدفعها عشان تقدر تمشي امورك. اتوقع اغلب الدول مسوين الحركة هذه. فاللي يصير دحين انك انت تبغى تفتح محل والناس متحمسين للمحل هذا، ما انت قادر تفتح المحل لانه بكل بساطة يبغوك تسدد المخالفة. انا هنا ما بقصد ان روكستار عندهم مخالفة، بس خلينا نقول انه في امور ادارية معينة لازم تتزبط، خاصة عندنا احنا في السعودية، عشان اللعبة بعد كذا تنزل، ولا اللعبة تقريبا ما فيها شيء يذكر. وعندكم اكبر دليل God of War نزلت رغم انه اسمها عليه شوية شك، بس لانها كمحتوى، وهذا يدلدل على انه في شيء قاعد يتطور وقاعد يتحسن عندنا، فما له علاقة بالحملات. تكلمنا في هذا الموضوع كثير جدا، فاتمنى انها وصلت الفكرة. بالنسبة لحملة فورتنايت، احلى ما في حملة فورتنايت انها ما كانت تشيل اسم شخص، ولا كانت باسم احد، ولا كانت باسم اي شخص. اوكي بدا فيها شخص معين، لكن الاسم كان واضح وصريح: فورتنايت ميدل ايست سيرفر، فالكل قدر يشارك فيه. عشان كذا الموضوع وصل ترند، بدون ما انه واحد يجينا بعد كم يوم يقول لك انا والله سويت حملة وبسببي عربوها، بالله اشتركوا في قناتي تحت. ايوه صح، اذا انت مشترك اشترك. مؤيد اغا بيسأل: ليش ما تنزلوا عن
جيتين لانه حسيت انه القناه تفاعلها نزل. ما له علاقه للامانه لعبه جي تي اي، هو صحيح القناه بدت على جي تي اي لكن القناه الثانيه منوعه بشكل كبير مقارنه بلعبه او بالقناه الاولى، والحمد لله الامور ماشيه تمام. وعندكم اكبر دليل سلسله اخبار دسمه تعتبر اقوى سلسله حتى من جي تي اي. فبشكل عام جي تي اي صعب الواحد يتكلم فيها في الالغاز والامور دي، لان صحت الشركه قالوها بصحيح العباره، لا عاد بنحط اضافه قصه والالغاز مرتبطه بشكل كبير في طور الاونلاين. فعلى ايش اقعد اكذب وانزل الغاز لطور القصه واقول انه هذا جديد ومن ذا الكلام، كله اشياء قديمه. لو تبغون نسوي مثلا 100 لغز في جي تي اي هذه ممكن الواحد يسويها، لكن انه اقول لا لسه فيه، للاسف كل شيء تحول على طور الاونلاين. فاتمنى كذا تكون الصوره واضحه. ايرانودا بيسال بعيد شوي على الجيمنج لما نتعرف عليك اكثر، بما انك ما شاء الله متخرج من معهد، وش تنصحني اكمل ثانوي ولا احول معهد؟ زائد وش الشهاده اللي تملكها وش التخصص اللي اخترته؟ ابى اكون معاكم صريح في هذا الموضوع، لو انه حتكلم فيه في يمكن في مقطع ثاني منفصل. نصيحه بحكم ان انا وصلت حاليا 29 سنه، اذا تقدر تكمل دراستك كمل دراستك، سواء كان بكالوريوس ابتعاث، على قد ما تقدر كمل دراستك. اغلب الناس اللي بتشوفهم يدخلوا معهد او اغلب الناس اللي بتشوفونهم مثلا ما بيكملوا دراستهم، في الغالب في الغالب ولو انه في حالات استثنائيه يكون ظروف خاصه فيه او باهله او ظروف ماديه او غيره من هذه الامور بتجبره انه يروح على منحنى مختلف، وهذا اللي احنا بنشوفه للاسف في الغالب بيصير عندنا، انه فلان راح مع فلان على اساس انه سمع انه هذا الشيء كويس وبسرعه بيجيب لك راتب او معين على اساس يقدر مثلا يساعد اهله من الامور هذه كلها. التخصص اللي انا دخلته سيارات، وصلت الى مرحله تدريب، لانه عندنا في السيارات او في الميكانيكا بشكل عام او في خلينا نقول في الاعمال المهنيه ما بيسموه استاذ بيسموه مدرب، فوصلت الى المرحله هذه الحمد لله. وبعد كذا غيرت المجال بشكل كامل، وتعتبر تقريبا اعلى شيء في المجال هذا بالتحديد انك تعلم او تدرب الناس. هو هذا كان التخصص بكل بساطه، ما كان حب في السيارات بقد ما انه حب انك توقف تاخذ معلومات صعبة وتسهلها على الناس اللي موجودين عندك، خاصة إذا كانت بالإنجليزي فيعتمدوا عليك. يب أنا عارف إنجليزي مو زي زمان من ناحية إنه كويس معايا، لأنه ما صرت أستخدم الإنجليزي زي أول، ففي فرق. يب إكس آي فينوم بيسأل شو رأيك بكون أنت العرب التوكسيك توكسيك ولا توكسيك اللي هو يعني يقصد إنه سام أو لا؟ للأسف أنا ما بقول الكوميونيتي أو المجتمع، لأنه الكوميونيتي أو المجتمع قاعد يتطور خاصة في اليوتيوب، لكن في تويتر انا شايف انه كل ماله قاعد يتخلف، كل ماله قاعد يصير توكسيك او سام بزياده، وصار للاسف يعتبر خلينا نقول منصه ممكن ترجعك ورا اكثر من انها تقدمك، وماخذين وضعيه انه هم المؤثرين في المجتمع بشكل كامل، وللاسف اغلب الشركات بيعتمدوا عليهم في هذه المواضيع. مع العلم لو تروح في اليوتيوب بتلاحظ السوق الحقيقي اللي فيه فلوس، في تويتر مجرد فلسفة لها أقل ولا أكثر، وبيتبعوا خلينا نقول الأجانب أكثر شيء في الآراء وبيعتمدون حتى عليهم، وبعد كذا بيقول لك أنا فاهم في الجيمينج أو محنك. فأتوقع أنه لو الجيمرز بشكل عام قللوا اهتمامهم في تويتر هيخف التوكسيك بشكل عام في عالم الجيمينج. والدليل شفنا فورتنايت من فين بدت حملتها، بدت من اليوتيوب ما بدت من تويتر، وأي حملة بتكون كويسة أو أي حملة بتكون فيها أمور بتفيد المجتمع دائما بتبدأ من اليوتيوب أو ممكن اقول من الانستغرام. تويتر في الغالب يكون مشاكل، بيسحبوا من اليوتيوب بيسحبوا من انستغرام، طلعوا ترند وتكبر مشكله للاسف يعني. سورا اكس 5 اكس بيسال متى تصدروا مجله الكترونيه نحب تصاميمكم؟ للامانه هذه واحده من الاشياء اللي احنا اشتغلنا عليها، انه التصميم يكون احلى من موضوع بس اللهم الاخبار والامور هذه كلها، ولسه بنحاول نقلب الموضوع شويه نقدر نكسب منه، لانه الموضوع يحتاج له ماده اكثر. كل شيء في ذي الدنيا ترى يحتاج ماده على اساس تقدر تقدموه، وهذه الحاله تعتبر مشكله. تفكر فيها كيف انك تلعب وتجيب فلوس، هذه الحاله صعبه عندنا في وطننا العربي. فراس اش بيسال هل تشوف انه العمل كفريق على القناه افضل او العمل على القناه كشخص واحد؟ اكيد انه زي ما قلت العمل كفريق افضل بكثير، وبيعطي جو كذا حماسي ودراما ومقنع اكثر، وبيبين لك كيف الناس ممكن تشوف المواضيع من زاويه غير زاويتك، فبالتالي توصل الفكره بشكل اوضح للمتابع، لانه ممكن اكثر من شخص بيعبروا عن اكثر من فئه، فبالتالي يكون الموضوع مقنع اكثر. اون سلاش اتش او داش اتش بيسر هل المجتمع في تطور من جد؟ المجتمع يب في تطور واضح وصريح، الدليل الايفنتات اللي قاعده تصير، البطولات اللي قاعده تصير، المقاهي، نوعيه اللاعبين اللي قاعدين يحضروا هناك، ما عليهم اي تركيز من الميديا سواء يوتيوب او ميديا تقليدي. فاتمنى وقد قلتها انا اول، للاسف مجتمع اللاعبين احس انه قاعد يتطور
والميديا كل ما أنا قاعدة تتراجع لأنه مركزين على أمور مرة مختلفة كلها في الغالب محاولة لكسب حصريات وسبق صحفي على قولتهم. games game.show.fb سأل أكثر مجتمع لعبة قروشك وسبوك بسبب ردد ويحسبونك تطبل للعبة. أكثر مجتمع قروشني وسبوني بسبب لعبة ردد ريدمشن، خليني أكون معاك صريح، بالتحديد في تويتر للأسف أغلبية اللاعبين اللي موجودين هناك من النوع اللي خلينا أقول كأنه لابس بشت أو كرافتة كده ومتأنق على قولتهم، معاه قهوة ساخنة ويحب يتفلسف كثير. فلما تحشره أنت بمواضيع زي مثلا روكستار، جوائز روكستار، إيش الأشياء اللي أخذوها، تاريخهم، الأمور هذه كلها يقلب الموضوع الشخصي. بعد كده بتكتشف ان الموضوع ما له علاقة بالجوائز ولا له علاقة بهذا كله، بقدم انهم متضايقين من فئة معينة، فبالتالي يقلب الموضوع شخصي. واقدر اكد لك اياه جماعة سولز ويتشر لا، ولا قاد فوار لا، ممكن اقول لك جماعة سولز اكثر شيء، هم اللي مسيطرين على تويتر في الفترة الاخيرة، ولا حتى جماعة ممكن جماعة نتندو بس مو كثير. اقدر اقول لك انه جماعة سولز عندهم مشكلة فعليا اللي موجودين في تويتر بالتحديد. فإذا أنت ما كنت متوافق معهم في الآراء في الغالب حتكون ضدهم، وبسبب عددهم الكثير شيء طبيعي أنه بيخلوك راعي مشاكل، وفي ناس تستغل النقطة هذه على أساس تبين قد إيش أنهم ناجحين ومتوافقين، ولو أنه بعد نزول لعبة Red Dead Redemption المعادلة هذه كلها تغيرت. بس على قولتهم أدعمني وأدعمك دي البساطة. وبكذا يكون وصلنا لنهاية حلقة الأسئلة، أتمنى أنه بس كانت الأمور كذا واضحة وحماسية في نفس الوقت. أعطيكم العافية على المتابعة، نشوفكم مقطع جدا قريب. كان معكم محبرام من قناة فيديو جيفر عرب، مع السلامة.